بركاته. أيها الإخوة المستمعون، هذه حفلة افتتاحية للصحف الجدارية، وأنتم تتشرفون بالحضور فيها. ولا شك أن هذه الحفلة هي حفلة روتينية، كل عام تنعقد هذه الحفلة في بداية السنة، وتحت إشراف هذه اللجنة الصحافية تصدر هناك مجلات وصحف شهرية جدارية. وهذه الصحف الجدارية هي ليست بدعا من أمرها وليست مبتكرة، لكنها مفيدة ونافعة من جميع الجوانب والنواحي. تعرفون إن غايات ندوة العلماء تتلخص في 4 نقاط. النقطة الأولى إعداد جيل جديد يتحلى بالثقافة الإسلامية والثقافة العصرية. النقطة الثانية إصلاح المقرات الدراسية المنبثة في المدارس الدينية المملوءة بالمنطق والفلسفة. النقطة الثالثة هي رفع النزاع الداخلي بين المذاهب الفقهية، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا مالكي، وكان هناك تفسيق وتبديع وتهجير وتضليل وتكفير على أسس هينة تافهة. النقطة الرابعة هي نشر الإسلام في أرجاء المعمورة. هذه النقطة الأخيرة هي نشر الإسلام في أرجاء المعمورة. هذه النقطة تقتضي منا أن نكون ماهرين وبارعين في اللغات المختلفة، من حيث اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الهندية واللغة العالمية واللغة التي تنطق وتتكلم في جميع المناطق والنواحي. فهذه اللغة العربية التي نتكلم بها والتي نكتب فيها هي لغة مصادرنا الأصيلة الكتاب والسنة، نتعلمها لأن نكون مطلعين على دقائق الشريعة الإسلامية وأسرار الشريعة الإسلامية، وأيضا نكتب في هذه اللغة لأن تكون عندنا مهارة في الكتابة العربية. وتعرفون إن ندوة العلماء منذ بدايتها ومنذ فجرها اهتمت واعتنت بالصحافة والصحف بالمجلات والصحف الجدارية. فأول مجلة صدرت من ندوة العلماء في أول يومها مجلة الندوة، أصدرها العلامة الشبلي النعماني والشيخ أبي رحمان الشيرواني. ثم مجلة عربية صدرت برئاسة تحرير الشيخ مسعود علم الندوي والشيخ أبي الحسن علي حسني الندوي، وكان يشرف على ذلك العلامة محمد تقي الدين الهلالي المراكشي والعلامة السيد سليمان الندوي رحمهم الله جميعا. وبعد ذلك صدرت مجلة البعث الإسلامي سنة 1955، وهذه المجلة ما شاء الله مجلة قد جاوزت 70 عاما ولا تزال تصدر بدون انقطاع في كل شهر. فهذه المجلة أيضا باللغة العربية، وهي تتسم بالمقالات العلمية والدراسات الإسلامية والبحوث الدقيقة، وكذلك بالتوجيهات الإسلامية والدعوة الإسلامية والشخصيات التي توفيت خلال هذه المدة. أيضا تذكر هذه المجلة تاريخها ومزاياها وفضائلها وخصائصها. وكذلك هناك مجلة صحيفة الرائد أيضا تصدر منذ زمن طويل أكثر من 60 عاما، وصحيفة تعمير حياة وأمثال ذلك. لماذا نذكر هذا التاريخ؟ نذكر هذا التاريخ لأن تكونوا جديين في إصدار هذه المجلات الصحف الجدارية. تعرفون إن هذه المجلات وإن كانت المقالات صغيرة وإن كانت الكلمات تافهة وإن كان الألوان غير جميلة، لكنها هي مؤدية دورا رائعا ولائبة دورا مؤثرا في بناء شخصيتكم وفي تكوين شخصيتكم. وكما قال الشيخ اقرأوا أنفسكم، فيكم مؤهلات كثيرة، فيكم قدرات كثيرة، فيكم صلاحيات كثيرة، تستطيعون أن تكشفوا هذه الخبرات وهذه الصلاحيات وهذه المؤهلات من خلال هذه النشاطات والبرامج. وهذا ليس بمشكل وليس بصعب، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوفق أحدا فإنه يملأه بالصلاحيات والمؤهلات الكثيرة. فتقدموا إن شاء الله، الطريق أمامكم والمستقبل لامع لكم، وأنتم تستطيعون أن تخرقوا جميع الحواجز وأن تزيلوا جميع العوائق التي تحول دون أيديكم بين أيديكم. فأنتم إن شاء الله تستطيعون أن تنالوا البغية وأن تنالوا الهدف والغاية. لا أريد أن أطيل عليكم، فقد أردت أن أذكركم بأن تاريخ الصحافة في ندوة العلماء تاريخ لامع،
وأنتم لا تستهينوا أبدا بهذه المجهودات التي تبذل، هذه المجلات وإن كانت قد صدرت في عشرة أعداد لكنها بمثابة مئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فالله عز وجل يجعل هذه الكلمات وهذه الكتابات مؤثرة، وإن أصواتها وإن نداءها يصل إلى كل مكان، ولكن بالمواظبة وبالاستمرار وبالجدية اشتغلوا بهذه الأعمال. والشيء الثاني وهو شيء مهم، وهو أننا نريد أن نعد أو نجهز رحلة ثقافية، كما يخرج طلاب الجماعة للتبليغ وللدعوة يوم الخميس ويذهبون إلى بعض المناطق وهناك يشتغلون بالدعوة والإصلاح، كذلك نحن أيضا الهيئة الاستشارية للنادي العربي أيضا تتفكر في أن نخرج يوم الخميس ونرجع يوم الجمعة، وخلال هذه المدة نتكلم ونتحاور ونتشاور كل ذلك باللغة العربية، حتى نلعب وحتى نذهب ونروح وندخل ونقوم ونأكل ونتجول ونطوف، كل شيء باللغة العربية. فإن شاء الله 24 ساعة إذا قضينا في الجو العربي وفي بيئة العربية، فإن شاء الله تكون لغتنا متقنة، تكون لغتنا جيدة. هذا تحت الدراسة وتحت إن شاء الله تحت المطالعة، وإن شاء الله يأتي الإعلان لذلك، فنرجو حينما يأتي الإعلان عن هذا فأنتم أيضا تساهمون في ذلك بكل جدية وبكل نشاط وبكل طموح، وإن شاء الله هذا يكون مفيدا لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.